أي سيدي خلنا نبداو بالبات سهلة مهلة، ما تقعدش برشا ترتاح، والكل 10 دقائق وتكون عندك البات متاعك حاضرة. دونك هذيا غوسيت اس او اس، كان ما عينكش باش تقعد برشا في الكوجينة. هنا باش ناخذوا البول، وما تستحقش زيادة برشا عجنين الحقيقة. دونك علاش انا تو ما وريتكمش لي زانغريديون الكل؟ على خاطر باش نوزن قدامكم، ما وزنتش معناتها وحدي وبعد نوريكم، خاطر هوني باش ناخذوا بالكيلة نتاع الكيس اللي احنا باش نخدموا بيه. دونك هنايا عندي باش ناخذ كيلة حليب، لازم يكون كالعادة دافي، باش نحطوه، باش نحطو معاه السكر مقدار مغرفة كبيرة، والخميرة مقدار مغرفة صغيرة. متفاهمين؟ الخميرة لازم تكون متاع الخبز. خلط 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 خلط، باش نجي هوني، يا كيس يا تاخذو كيس يا تاخذو صحفة صغيرة. نحطو الكيلة الأولى، نخلطوها في وسط الخليط هذاك، باش نزيدو زوز كيلات أخرين. أما مش توا باش نزيدوهم زوز كيلات، خاطر هوني باش نزيد ربع كيلة متاع زيت ويل دو تورنسول وإلا زيت زيتونة. فوالا باش تجينا البات متاعنا مبسة. نحطوها مع الخليط، وباش نزيدوه الخميرة متاع الجاتو مقدار مغرفة صغيرة، باش تجينا البات متاعنا مبسة. دونك نخلطو هذوما الكل مع بعضهم، بيه. دونك توا بدلت البول، توا باش نحطها باش تتعجن. باش نزيد، شفتوا ما حطينا كيلة بركة فارينة وربع كيلة زيت، كيلة حليب، وتوا باش نكمل زوز كيلات اخرين من الفارينة هذيا سبيسيال متاع رندا. باش نحط الكيلة الاولى ونزيدها الكيلة الثانية. وتوا باش نخليها تتعجن فيسا فيسا بشكل بات تتلم في العجنين نتاعها. تنقول لكم شنو باش نحط هوني. انا في شطر العجنين نتاع العجينه نتاعي، عندي هنايا ذوبت مقدار مغرفه كبيره جديده اوميغا 3. دونك هذه باش نحطها في وسط البات نتاعي ونكمل نعجن على روحي. علاش حطيتها هذيا؟ باش تعطيني هكا لاسبي بريوشي، معناتها تجيك البريوشه وتجي هكا قطنيه وكل شيء، ما تجيش يابسه وما تجيش كيما البيتزا. دونك هذاك علاش زدت. فوالا البات نتاعنا حضرت، ريتوها كيفاش لا تيكستور ظاهره باش تجينا امبيكابل. دونك مبسه بالكدا، هذه نحضروا لها الفاخس ونبداو نشكلو فيها. اكلبات نتاعنا قعدتش باش ترتاح شويه، اونطرو طون احنا باش نحضروا الفاخس، مش هكا تفهمنا؟ هكا تفهمنا. دونك اول حاجه باش نعملوها، باش نعملو الكراميل كراميليزي. البصل نقصد، البصل كراميليزي. سيدي رمضان باش يدخلني ويخرجني في الحله، على خاطر بالحق ياتي نكهه بنينه برشا، سورتو للعباد اللي ما يحبوش ياخذوا البصل، معناتها يبدا فريشك والكل ويخلي ريحه في الفم وكالدنيا هذيك الكل. دونك نذبلوه هكايا ويولي كراميليزي، حتى من مطعمه يولي مطعمه بنين وماهوش ياسر قوي والكل. دونك انا هوني عندي جديده اوميغا 3، باش ناخذ منها مقدار مغرفه كبيره، باش نحطوا معاها مقدار بصلتين كبار، باش نذبلوه بالكدا. نجمو نقصوه هكايا كيما نجمو نقصوه اون لاميل هكا، ومن بعد يجينا ازين الحقيقه في وسط الواحده ما نقصوه. نذبلو هذا، مانيش باش نزيدو لا ملح لا حتى شيء، كيف بال بالكدا بالكدا وقت نزيدو الملح. على خاطر علاش؟ على خاطر شفت، على خاطر علاش؟ على خاطر شفت كي نحطو من الاول الملح مع البصل ما يعطينيش الكولور الكراميليزي المزيانه والكل، يقعد لونه ابيض. اي جربوها تشوف الحقيقه. الحقيقه ريحه البصل سي فغي هي قويه شويه، اما ياسر فيوحه. من اكثر الحاجات هي والثوم، بالحق من اكثر الحاجات اللي يفوحوا الماكله. معناها البصل قاعد يذبل بالكدا، باش نحطوا شويه نواد المسكات، شويه بركه مش برشا. وفي اللحظه هذيا شنو باش نحطوا؟ باش نحطوا شويه ملح، شويه بركه هاكا، ما حطيتش من الاول. باش نقص شويه في الغاز، باش نحط مغرفه سكر. هاي خلينا نجيب السكر،
شفتوا لونه كيفاش ولا او كلونه قاعد توا يغمق. البات نتاعنا ارتاحت كما قلت لكم، ما ترتاحش برشا، جوست نفجت شويه. هيا دونك توا باش نحلوها، باش نقسموها على زوز. ولا حتى مش نقسموها على زوز، هات نعملوها الكل. علاش نقسمو فيها على زوز؟ نحيو لك الهواء نتاعها، نحطو البابيه كيما قديمنا، نسخنو في الفور، شويه نحطوها فوالا. نبداو نحلوها باش نعملوها كل مربع، نقولكم كيفاش من بعد. البات لازمها تكون جويده، مازمهاش تكون خشينه برشا، سمعتوني؟ باش في ساعه تطيب وتجينا منفجه بطبيعتها، حطينا فيها الخميره دونك باش تنفج. طويك عاد باش نبداو في التشخشيخ نتاعنا. خليني سبقتكم شويه بالحديث وبالفعل. شنو عملت شنو فعلت؟ دونك هنايا خذيت اكل لي بوغ كلهم نتاع، حليت البات نتاعي بالكدا، ومن بعد لي بوغ نتاعها الكل قصيتهم باش تجيني مستطيله وامورها مريقله. دونك طويك باش نقسمها على اثنين البات دو تيل سورت يجيوني على زوز. بي هنايا تنجموا تختاروا سكينه عاديه، انا هوني عندي هذيك نتاع الغافيولي اللي نعملوا بها الغافيولي، دونك قلت خليني نعمل بها باش يجيوني مزيانين. دونك توا باش نجي ونقلبها، معناها هذوما باش يعطوني زوز كعبيت. معناها نجي هنايا باش نحط هذه، نحط فيها الهريسه فوالا. نجموا نحطوا زيد عظم، نجموا نحطوا خضره، باش نحط معاها الصوص الجيريان نتاع جديده. باش نحط شويه زيتون، فوالا. باش نحط هذه زيده كريم ايمونتال نتاع بريزيدون. البصل اللي عملناه، بيان سور باش نحطو طن، نجمو نزيدوها هوني عظام زادة كيما قلتلكم. باهي هنايا انا باش نجي باش نرجع اكل بات هذيك ونسكر العجينه الكل من لي كاتر كوتي. سكرها بالكدي 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 باش ما يخرجليش الحشو من داخل الوحده. فوالا نجي هنايا من بعد نحي الزيت الكل. من بعد ما سكرتها دونك نجي هنايا باش نعمل المثلثات نتاعي. المثلثات نجي نعمل هكا هذه الاولى، وباش نتعدى نعمل الثانيه ونرجع لكم. دونك هوني عندنا اصفر عظمه باش نخلطوه باش نعملوا بيه
نيوش نتاعنا من فوق بالكل. ومن بعد انتم عاد تزينوا باللي تحبوا، اما منظرهم جاي ياسر مزيان. تتشوفهم بعد يدخلوا للفور ويزيدوا ينفجوا الكل، يعطيو حاجه مانيفيك. يجيو كل خبزات الصغار مبسين يعملوا الكيف. هنا عندي سينوج، دونك باش نحط من فوق كيف ما قلت لكم، زينوا بالحق باللي عندكم، معناها تفنوا. هوني عندي خليت شويه هكايا زيتونات باش نحطهم في وسط كل الكعبه، كالمقصوص يبدا حاضر، ولا حتى زيتونه كبيره معناها. فوالا، خلنا نلم البلان دو ترافاي وهذايا تو باش نحطو في الفور ونرجع لكم. ملا تناوش وملا بات وملا بنة. خرجت تويكا من الفور، خليتها تبرد شوية. حبيت بالحق نوريكم حاجة ياسر بنينة، مثلثات بنين شخشخناهم بالكدا، إشي تون، إشي فروماج، إشي هريسة، إشي صوص جديدة، دونك موجودة فيها الدنيا الكل. نتصور برشا عباد باش تعجبو، ونتصور برشا عباد باش يجربوها، على خاطر كيف ما قلتلكم حاجة من الحاجات اللي ديما نشتاوها في سيدي رمبا. هذا هو. كان عندكم انتوما اقتراحات اخرين قولوا لي، كي تحبوا هكا شهوه شهين هكا وتحبوا تعملوها على طريقه تريشه، احطوا لي في كومنتير باش انا نعملها ونجربها ونودكم بالرسيت نتاعها.